احنا قسم تأهيل مهني في جمعية إرادة اللي هو يخدم 12 طالبة والعدد قابل للزيادة. القسم التأهيل المهني يقدم خدمات مختلفة اللي هي التدبير المنزلي، الأشغال اليدوية، مهارات حياتية، أعمال مكتبية، المراسلة، ونحن نأهلهم للتوظيف، نسعى لتأهيلهم للتوظيف. الهدف من مشاركتنا اليوم أول شيء دمج الأطفال والطالبات في المجتمع، هذا أولا. ثانيا تعريف المجتمع عليهم، منهم أول شيء الطالبات داون، إيش الخدمات اللي قاعدين نقدمها لهم، هم إيش قاعدين يقدمون أو يبدعون أو يبتكرون، إيش الأعمال اللي قاعدين يسوونها. يعني المجتمع ما هو عارف هم بالضبط إيش قاعدين، إيش ممكن ينتجون، غير أن قاعدين نأهلهم مهنياً عشان توظيف، وأيضاً نبرز أغلب أعمالهم وأشغالهم اليدوية والأشياء اللي قاعدين يستفيدون منها في المركز.